الراجل جايك وتيزور في الكبار ما سايبوكش بالضبط ليتوال كيف قال اغزر الله يسامح راهو فما رؤساء مش ما نلومش عليهم لوبليغاسيون تاع الناس برشا جا وقتها نذكر عمر جمل في الفيستير قال لي كان جيت كيفك نمشي ندخلها بعضها في اللوكال قال لي راهو لي فاكس اللي عندك فوق البيرو تاع معز دريس راهو شيء من وراء العقل وفما سمعت حتى اوكسير كي جاو لعبوا معانا عملنا ماتش جملاج سي ريسبونسابل دو ريكريتمون تاعهم وليد سيتان تونيزيان معناتها في الكوميتي تقابلنا وحكينا ومن بعد لعبنا الماتش هذاك اللي وراه مشي اوغومبي مشي موسى ناري وعجون فرنانديز وحكيت معاه وقال لي نتبع فيك يا لونتون وكذا هو معز ليش سايب 7 ملاعب بيا ظهر لي وقتها كان انت ما سايبكش سايبهم قبل ما نجي انا بالضبط قبل العام هذاك 2008 وفينا خاسرين الشامبيونا والكوب ليتوال ويد فارغه ويد ما فيها شيء اليميني شامبيونز ليغ مع ديناموس في سوسه خاطر ماتش لالي ما لعبتش بيرترون مارشو ماتش لالي وقتها رتحني نتذكروا البونت والتو محموس انا خاطر مش ما حبيتش عندي شويه وجاعه ولعب الماتشات الكل وبرشا عليا وفي سيابي لعب ماتشات ريتار في سيابي الاربع شهور هذوكم ربحنا الاسبيرونس في المنزه بعد 26 سنه ربحنا السي اس اس في صفاقس بعد 15 سنه معناتها اقترن ديما وجود سهيل في اي جمعيه بكل التواضع بالنجاح وباللغه الباهيه في الفيستير وبالفعل مش بالكلام بالجغجيخ الكوره فعل تلومه معز دريس بطبيعه فما جانب اللومه فيه خويا كي تبدا اغزر علاش توا نشوفوا اللي عملوا كارير كبير نشوف كريم حقي خرج 20 19 شوف عبد النور خرج 20 انا كي جيتك ليتوال وعملت باركور هذاك شريتني انت من السيابي ب 70 مليون خاطر فانت كونترا تجيك اوفر ب 800000 يورو ينجم يكون خاطر ماكش ولد جمعيه ما نعرفش هذه 800000 يورو منين في ليتوال انا بالنسبه ليا مع الجمهور شو نقول لك حاجه ما فماش جمعيه لعبت فيها وما دخلتش لا في الفيستير لا مع الجمهور خليني نقول لكم على الملاعبيه 800000 يورو منين من فما اوكسير شنو الفرق سهيل بين ليتوال والاسبيرونس فما شويه فرق في الامور الاداريه والتنظيميه مثلا اكزامبل قبيلي انا حكيت لك مش راهو كيس اكزامبل دو ميشونستي خاطر تو باش يقوموا تو ناس راهو كي نتكلم راهو على اغزر انا بنزرتي دو بيور سوش في الاسبيرونس عندي وليدها على الاخر هزيت تيترو القلب يعلم ربي معناتها اش عملوا معايا وانا نرى به لا من المسؤولين لا من الجمهور لا من العباد لا من شعبيتك تو نخرجوا في التل برا نمشي ونحوس وترى العباد السيلفيات والواح خاطرني حقاني حقوقي نعطي كل حد شو تحب تقول لتوال كيف حاجة ما أورنور ما عرفت وراها الرجال في الساحة مرة الأخرى مثلا اكزامبل ولا باش نعاود نحكي فيه السوجي هذايا تعطيني شوية وقت بسرعة ما فهميش بسرعة مازالوا برشا أسئلة مي سير تنزيدوا شوية ورا الوقت ما نلزموش برشا فما حاجات لازم باهي هاي كمل هاي كمل كومي الفو برا سهيل أغزر أنا نخدم على روحي لا بروف اللي في الترانسفير نتاعي الأول للإسبيرونس بجلت الإسبيرونس أوفر الشطر اللي عطته لي ليتوال بعد قداش من عام تدور العجلة نمشي للتوالف اوفر اقل من اللي عطته لي الاسبيرونس يعني انا بالنسبه لي الماديات في كاريري كانت ما تعني لي شيء قدام للبروجي سبورتيف اللي هما كو سوا منا ولا منا المسؤولين ما وقفوش معايا فيه وين صورت فلوس اكثر؟ في بولونيا لا بالتوال الاسبيرونس ما صورنيش فلوس في تونس تصور جمله باش نعطيك جبت كونترا تويتي معايا ما كريت بوات ارشيف ما يرحمش في السيابي خذيت 300 دينار شهري في الاسبيرونس خذيت 1,200,000 وقتها كلهم ياخذوا في 800 دينار زيتوني زعيم التي في ليتوال فكي جيت بدلوا 1,200,000 الناس كل كيف كي جيت ام الحمد لله ان شاء الله استتخير ديم في ليتوال 2,500,000 شهريه العام الثاني 3 كذا اما في ليتوال سوم جلوبال على 3 سنين باش ناخذ 200,000,000 ما كملتهمش 3 سنين خرجت بعد عامين وشويه يعني خرجت شاري كونتراتويا بفلوسي بعد ما جبت الفلوس يعني راهو غريبه راهي في كره تونس الله يهدي لي كان سبب بعد ما تجيب المليار دويت تخرج شاري كونتراتوك بفلوسك على خاطر بور دي ريزون ما نعرفش كي تولي في الليتوال تولي تقرب اكثر تولي كيما ولادهم واكثر من وتتحط في العناق تولي ظهر لي تقلق برشا عباد في سوسه ما نحكيش راهو على الجمهور نحكي على فما ملاعبيه ولا اللي هو فما قلوبهم تمرض وتولي سورتو ملاعبيه القدم ولا ما يحبش يراك هكاك
يحب يراك يا اخو ما نعرفش عليه الاطوال نتاعو ملكه هو يحب تبدا البدوع تطلع والحكايه تطلع شو صار لك في الحكايه هذه عرفش الاطوال خليني نقول حاسك تحب تقول حاجه خليني نقول جو غارد لو بوزيتيف اما حسبي الله ونعم الوكيل بالعالي على الاخره في اي واحد مهما كان اسمه عطاه عطاته على عطاته ولا عطاه الجهل نتاعو ولا بهمته حشاك باش يتكلم في العبد اللي قدامك توك شنو قالوا فيك اي حاجه خطرت لهم في مخاخهم الاتوال انا يمون سوبسوني بعد فم ماتش نتاع ليسبيرونس اللي خسرنا ديفيت 4-1 في رادس ليسبيرونس هزت فيه شامبيونا انا اول مره في حياتي نخسر اربع وقت اول مره الماتش هيك كي تفرج فيه جو ني في حتى فوت ديريكت دو بوت اوكين فوت كوريكت استنى خلينا نكمل لك عادل ياس تنقص لي اللي من بعد اذا نحكي في حاجه مهمه جدا باهي كمل لي باش تفهم تعطيني سؤال وما تسمعش جواب لا يكمل اي كمل الماتش هذاك اكزومبلير وتضربت في الشوفي نتاعي الجمعه هذيك وشديت صحيح باش نلعب بزريرق في الشوفي نتاعي باش ما يقولوش ما لعبش خاطر بديت ريمورس وهيل في سوسه خرجت ما نعرف منين خرجت انا باش يعطي الترح وباش درجني ريمور من اربع دبك دو اربع اقل ما نجم نقول عليهم كونهم جاهلين يسميهم لاعبيه سابقين شنو لاعبيه سابقين وفيهم فما شويه نجم تسمي نتاعهم ما نجمش تسمي اما حسبي الله ويعرفوا رواحهم وما انا نقول مش لاعبيه سابقين نقول على اللي عملوه هذاك حاشك اونتر بارونتيز ما يجيو كان مسخين العباد هذوما هما اللي مسخوا في الكور كي تتفرج انت في الماتش ترى ديروا المهم تاع الماتش تراني كش لعبت وبالزريرق في ساقي باش ما يقولوش اوكا ما لعبش ولا اوكا خاطر كي ضربت اوكا قالوا باش يلعب باش يحل لنا باب بلي بالزريرق في ساقي لعبت سامي بن يحيى طبيب يتذكر وزيرو فوت دو بيوت في الماتش هذاك عملت ماتش اكزومبلي اما ليسبيرونس كان ما تربحش ما تنسش الشامبيونان دونك احنا هنا في 3 ولا 4 فوت ديريكت نتذكرهم ايفيرسون اللي الباس لاتيرال نتذكر الديفايونس بين لي بيفو نتذكر سهيل جمول يتوال درشوا عليك شويه كي قلت ترجي اقرب لي ما قلتش اقرب لي يغزر قلت في الاسبيرونس باش نعطيك حاجه في الاسبيرونس كي تضربت على ساقي مشيت لرودينو ديويت كولابوراسيون مع ستاف ميديكال واحد في الاتوال تضربت على ساقي دوزيام ديشيريو دو سويت كي نجري لبرا من التيران حس روحي كاني نلعب في جمعيه اخرى معناتها اغزر لي انا نحكي على امور اداره مع الملاعبيه كيفاش تتصرف راهو نجي روتار انا راني نحكي عليه جمهور الاتوال يلزمو يسمع ويفهمني ويقدر موقفي مش اللي يجي يتكلم بالصراحه هذيا انا ما قلتلكش انا نخير هذه على هذه اما قلتلك هذه مثلا وقفت معايا بار كونتر في الكوره امور كوره في الاتوال خير برشا خاطر ارتحت في الفيستير هيكي وارتحت في الكلوب هذاك ما كانش ما نجمش نعطي هكا كملت 27 28 28 سنه والله هي دي اللي كانت علاش بكري كملت؟ ايه عركه باش ترجعني ليها مع الكوميتي القديمه نتاع السي بي و انا ما نحب حد هي إيه تصير عركه تبطل الكوره ما عادي مش ما وقتها جاك كلام تقال زيت شويه جاوبت ما ازيد منه احنا في الكوره راهو تغزل لي تقدرني نقدر شكون كان وقتها؟ سي مهدي بن غربي مهدي بن غربي اللي ما عندي معه شيء تو صافيه لبن ونحييه وفات ولو هو تسبب انه الله يهديه والله يسامحه خاطر وقتها راهو مشيت تستيت في فيتورول كونستانسا في رومانيا بعد بولونيا بعد بولسكا وبعد القلوار روحت تونس امور عاود نقول لك عائليه انت راهو بيان سور ديما يجم يكون مخير الكارير تاع الواحد معناتها روحت امور عائليه لتونس ديما قلت لك جي بريفنو ديما جي اوبتوني باش نكون نعمل لي شوا نتاعي قراب ديما للفامي دونك من بعد تستيت في فيتورول كونستانسا في رومانيا اللي كان كلوب هو نورمالمون في بوكاريست كان في كونستانسا على البحر ما في بوكاريست تقبلت شنو صار مع بن غربي؟ جيت باش ناخذ اوراقي ما حبوش يعطيوني اوراقي خاطر انا كنت ان سيرتان توم مختلف معاهم في سو كونترا انت سو كونترا اما في السيابيش قعدت عام ولا عام ونص ملعب في ماتش القروان
اللي دخلت فيه عاود تقطعت معناتها ديما لي بليسور مسكولير. انا باش نعطيك حاجه، عامل 26 بليسور مسكولير في الليسكيو في 12 سنه كور. الا كان عملهم حداخ راه ما لعبش دراج سينيور شويه. قلت له يزي مع تلعب ليه؟ قال لي برا ترينا مع الاسبوار وبالطريقه ما عجبتنيش ما مشيتش ترينا مع الاسبوار. من بعد جلستي في الجامعه سيتي لو بريفيو لو 24 جانفيي باش ناخو او موان ورقه حتى لي انا اون ليتيج هذيك ناخو بها كارت جون بروفيزوار في رومانيا. الورقه هذه ما نجمتش ناخوها من الجامعه، وجلسه نتاعي توخرت لي 24 افريل. الماركاتو سكر في البلايس كل